اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد عادل، وضيفي وصديقي وزميلي وسنوات طويله جدا في، وبعدين من حته من جوه قلبي بقى، من النادي الاولمبي نفسه. فازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ مشرف ومنور حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. سعداء بوجودك معانا. طبعا كنت وحشني جدا، ومن الحلقات اللي بستمتع بيها جدا، ويمكن زي ما حضرتك قلت عشره عمر كبيره. طبعا. واحنا في النادي الاولمبي واصغر مني بالمناسبه بكتير. بس معلش يعني بكتير كمان. أيوة. لا حضرتك كابتني طبعا، وان وانا في الاولمبي كنت بتفرج عليك، وحتى في المنتخبات كمان، واستفدت من حضرتك كتير طبعا. النادي الاولمبي وحشنا جدا، ممكن السنه دي يصعدوا؟ بنسبه كبيره. وانا كابتن رمضان السيد اعتقد عامل معاهم شغل رائع جدا، عامل شغل كويس، شغل جيد، وجايب لعيبه كويسه كمان. يمكن حتى من الحاجات الايجابيه اللي اداها له مجلس الاداره ان هو اللي اختار اللعيبه، يعني هو اللي اختار اللعيبه واداله الصلاحيات كمان. على فكره هو ده الصح يعني، ده مهم يعني في الطبيعي. يعني انت اللي اختارك عشان تيجي النادي الاهلي مانويل جوزيه، مش حد تاني. يعني مانويل جوزيه اللي قال انا عايز احمد عادل يجي النادي الاهلي ويشتغل في الحته دي علشان ماتشات معينه كمان. فعلا صح صح طبعا. ده فعلا دي من الحاجات الايجابيه حتى على مجالس اي اداره، ان بيدي الصلاحيات حتى للمدير الفني. وده ما يميز طبعا النادي الاولمبي الفتره اللي احنا موجودين فيها، بقياده طبعا الكابتن ناصر الشاذلي رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره، وداعمين بشكل كبير جدا للكابتن رمضان. في ان شاء الله النادي الاولمبي يرجع مكانه الطبيعي في الدوري الممتاز. اتمنى الحقيقه من كل قلبي ان يعود النادي الاولمبي مره اخرى للدوري الممتاز، لان النادي الاولمبي ثاني اقدم نادي في مصر بعد السكة الحديد. النادي الاولمبي ثاني اقدم نادي في مصر، صح؟ عارف انت طب ولعبت مقاويته كمان، لعبت مع عويت الاولمبي ولعبت مع عويت الاهلي كمان. طبعا عويت الاهلي دي كانت مع برشلونه. كانت مع برشلونه صح؟ بس كانت النتيجه مش لطيفه قوي. بس ده بالنسبه لي كانت حلوه. كانت حلوه جدا. ميسي ورونالدينيو وايتو اسماء كبيره جدا. الاسماء دي لما كنا بنشوفها، تشافي وديكو وانيستا عملت ايه انت في الماتش ده؟ انا كان عندي الضمه. كنت حضرتك مصاب في المباراه دي، ويمكن كمان بركات كمان اتصاب. وبركات انت مرزة مش عايز. كان المفروض هيلعبوا، لو تفتكر حضرتك كان هيلعبوا صديق، فصديق قال لك الراجل بيلعبوا قدامه على طول، فلا احمد حتى قال لي انت خلصت على الباكات رايت كلهم. بالمناسبه انا يمكن كنت بطلع اتكلم دايما ان انا كنت رابع واحد هلعب، يمكن حضرتك اللي كنت هتبدا. يمكن رجع كانت الضمه كانت عند حضرتك، يعني مستر مانويل قرر ان هو يريحك يعني عشان الدوري وكده. فيمكن هي ارزاق. لا ما هي كرة القدم كده بتبقى دايما ارزاق وكل حاجه. انا حتى اليوم ده افتكر ان انا خدت ابني مازن، كان لسه عيل صغير، وجبته معايا. بدر كان معايا ومازن كان صغير، فجبتهم معايا وقعدوا اتفرجوا على المباراه، وكانت حاجه جميله جدا. نشوف ميسي وكانت اسماء كبيره وعظيمه الحقيقه، والنادي الاهلي دايما معودنا على كده. لكن المباراه دي تحديدا يعني كانت مباراه صعبه قوي. هي كانت مباراه صعبه جدا، لانك نجوم العالم، نجوم العالم، وان انت بيلعبوا قصادك. وكمان يمكن حضرتك لو تفتكر يا كابتن اسلام ان مستر مانويل عمل مشكله يوم المباراه دي، ان كان متفق في التعاقد مع برشلونه ان الفرقه الاساسيه هي اللي هتبدا المباراه، لكن لعب بالفرقه اللي هي اللي مش عايزين نقول احتياطي، جود ينسن وجاي وزامبروتا اللي احنا دول مش الفرقه الاساسيه. وترام كان برده الشوط الثاني لعب بالاساسيين، لعب بالاساسيين بقى كلهم. فمستر مانويل طبعا عارف ولا هيفرق مع برشلونه ولا ليفربول، فعمل مشكله. فالحمد لله يعني عدت على خير. عدت على خير والحمد لله يعني. وكانت مأويه رائعه للنادي الاهلي في ظل ان انت بتلعب واحده من، او كان افضل فريق في العالم في الوقت ده على ما اتذكر. كان افضل فريق في العالم، وكان رونالدينيو كان على طول الموسم الثاني على التوالي بياخد احسن لاعب في العالم. ويمكن حتى في المئويه الاحتفالات الثانيه برضه حضرتك تفتكر لعبنا بنفيكا. يعني بنفيكا برضه كان ماتش ثاني للمئويه، وتعادلنا معاهم 1-1 وعملنا مباراه كبيره برضه. كانت ايام لطيفه جدا. طبعا. يا رب تعود هذه الايام، ودائما تعود الايام دي، وان شاء الله الالفيه الثانيه او المئويه الثانيه بقى للنادي الاهلي ان شاء الله. طبعا ما اعتقدش ان اللي بعد الجيل اللي بعد اللي بعد اللي بعد ربنا يدينا جميعا ويديهم الصحه يا رب. لكن يا ابو حميد قول لي برضو، واحنا بنتكلم عن البطولات الافريقيه، دايما البطولات الافريقيه بيبقى ليها واقع داخل جمهور النادي الاهلي، بيحبوا البطولات الافريقيه واللعب في البطولات الافريقيه والفوز بالبطولات الافريقيه. أكيد يا كابتن إسلام، ده ما يميز جماهير النادي الأهلي، وداعمة للنادي وداعمة لأي فريق موجود، وداعمة لأي لاعب حتى بجهاز فني والمجلس إدارته. وده اللي كان مساند لينا بشكل كبير جدا في البطولات. كانت حتى البطولات الأفريقية، يمكن أنا خدت كأس سوبر أفريقي في أثيوبيا أمام النجم الساحلي، من البطولات اللي حرصتها مع النادي،
وكان السوبر برضو اللي مع الاسماعيلي، نزلت سيبنا ضربه جزاء. الفرقه كلها مع الماتش ده ماتش غريب، لكن يلا نزلت مكان حضرتك اثيوبيا وكنا راجعين قبلها، وكان بص كان الجو صعب، كان جو صعب جدا، مفيش تنفس كمان. فاكر الماتش ده؟ مش قادرين. عماد النحاس كان يعني بيطلع في الكورنر مش قادر، طلع اول مره مش قادر. لا بعكس الناس يعني، كانت الضغوط علينا كبيره جدا. الاجواء والجو، وان انت ارضيه الملعب سيئه جدا، وبلعب فريق النجم الساحلي سنه طبعا. 2007 كان من ضمن اقوى الفرق في افريقيا، كان زيه زي صفاقس، زي فرق كبير جدا كتير جدا في افريقيا. الوداد كان فرقه قويه جدا، وان احنا نتغلب عليهم ونحرز البطوله ده كان يعني حافز كبير جدا للعيبه. يمكن لو حضرتك تفتكر لما جمعتونا كلنا اللعيبه، حضرتك وكابتن عماد النحاس وشادي ووائل جمعه ومحمد شوقي، لما جمعتونا كلنا وتريكا وبركات، كان كله يعني مع حفظ الالقاب جمعتونا كلنا، ولازم نركز وبطولة وتضاف لتاريخنا وتاريخ ولادنا، وإنجاز كبير جدا يضاف لتاريخ النادي الأهلي. فده كان الحافز والطموح اللي احنا اكتسبناه كلنا كلاعيبة، وكنا دايما يعني البطولة وبنقفل صفحات. يمكن زي ما حضرتك قلت، احنا كنا لسه محققين البطولة وبنرجع على طول ان احنا نلعب بطولة الدوري. قعدنا حوالي سنتين ونص متلاحمين مع بعض، دخلنا في 7 بطولات. فدي كانت دايما الأهلي بيقفل صفحاته. و2006 خسرنا ال او في 7 خسرنا 2007 العرجون، 7 خسرنا العرجون اللي هي يعني بطوله افريقيا. وبعد كده 2008 فزنا بالبطوله مع القطن الكاميروني. القطن الكاميروني ليه دايما جمهور الاهلي بيحب البطوله الافريقيه تحديدا؟ يعني احنا بالنسبه لنا 10 بطولات افريقيه، يمكن اللي بعدنا اعتقد نادي الزمالك 5 أو 4، يعني 4 5 6 حاجه كده يعني، ففرق كبير برضو. بص كابتن اسلام، هي ليها انا دايما بتكلم دايما ان هي مقومات بطوله، مقومات بطوله بتبقى عند مجلس الاداره، مقومات بطوله بتبقى عند اللعيبه، عند الجهاز الفني، وده اللي كان فارق معانا بشكل كبير جدا مع مستر جوزيه. دايما انت بتاخد الانطباع من لائحه حتى المكافئات. صحيح. ان انت بمكافئات ما بتاخدش المكافاه بمكافئتها، لا انت بعد كل 4 مباريات بتاخد المكافئات كلها. لو حققت التارجت او ال 10 بونت من 12 انت بتاخد المكافئات كلها، لكن لو حققت 9 3 مكسب ما بتاخدش ولا مكافاه. فهنا ده بيديك انطباع كان على لائحه النادي الاهلي ان انت لازم تكسب 3 حتى لو تعادلت الرابعه، لكن مفيش خساره. فهنا بيديك فيدباك او بيديك خلفيه الفكر بتاع الناس ان مفيش حاجه في النادي الاهلي اسمها خساره. باللائحه دي تاني انا مهمه جدا. اللائحه كنا 4 مباريات 12 نقطة. يعني لازم تجيب 10 بونت، لازم تجيب 10 بونت، لو جبت 9 احنا لو حضرتك تفتكر يا كابتن سام كنا بناخد كل 4 مباريات في حتى في الفيزا كان يدينا البطولات والمباريات، لكن كل 4 لو جبت 9 بونت كسبت 3 وخسرت مباراه ما بتاخدش ولا مكافاه من الاربعه. فهنا اداني انطباع حتى وانا بقرا اللائحه ان مفيش حاجه في النادي الاهلي اسمها خساره، وخصوصا ده الانطباع اللي بيديه مجلس اداره للجهاز، وده اللي الحمد لله كنا شغالين عليه. يمكن كنا لما بنخسر الموضوع ده عشان كده جماهير النادي الاهلي، كل اجيال النادي الاهلي رفعت سقف طموحها، ان هو يخش بطوله افريقيه ياخد بطوله افريقيه، خصوصا انت لما توصل 10، ولما زي ما كنت طلعت مع حضرتك قبل كده كان مستر موسيماني مستغرب ان جماهير النادي الاهلي بعد 9 خلصت بيقولوا ال10. فهو استغرب، مفيش جماهير كده، مفيش نادي كده، لا الاجيال اللي كانت موجوده بمجالس الادارات وصلت انطباع لاي مدير فني ان لا انا بلعب على البطوله وهاخدها. وبدليل ان احنا حققنا ال10، يمكن لظروف ال11 ظروف كانت كلها ضد النادي الاهلي، مش عايز اخوض فيها، لكن دايما دي بتبقى اللي بتدي دوافع. دايما النادي الاهلي لما بيحصل له اعقابات او عرقله في بعض السنوات بيقوم تاني، بيقوم تاني اقوى، بيبقى عنده دوافع كبيره جدا، وهي الدوافع طول ما هي متجدده داخل اوضه اللبس. حتى كنا متعودين على كده، الدوافع واوضه لبس قويه، اللعيبه كبيره بتلم، حتى اللعيبه الصغيره بتلم اللعيبه الجديده. يمكن انا ما حسيتش بفرق كبير جدا، ودخلت بسرعه، دخلتوني وسطكم في الفرقه، وكنا كنت صفقه جديده ولعيب صغير جاي، فما حسيتش ان النادي جديد عليا. كنت حضرتك يعني حضرتك وابو تريكه وبركات وكل اللعيبه الكبيره ما حسيتش. فدي اوضه لبس النادي الاهلي اللي دي من مقومات البطوله. مظبوط. هي اوضه لبس قويه تقدر تحقق اهداف مجلس الاداره. بدايه ال 11 يا رب ان شاء الله تكون يوم 9 باتحاد المنستيري. اتحاد المنستيري فريق جيد، انا لسه كان معايا
كابتن جمال بالحاج المحلل الفني في التونسي، وكان بيتكلم معاه ان هو فريق بالفعل هو فريق جيد، فريق زيه دائما ما بيعتمد او بتعتمد الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي بتلعب في نص ملعبها وبتلعب على الهجمات المرتده، ده او يعني ده الطبيعي اللي بنشوفه في معظم المباريات باستثناء المباريات الكبيره مع الاسماء الكبيره. يعني هل من الممكن ان يتجاوز النادي الاهلي هذه المباراه في ظل جهاز فني جديد، في ظل مجموعه جديده من اللاعبين؟ انا بعتبر ان عوده اللاعبين اللي بقى لهم فتره كانوا واخدين اجازه ورجعوا اعتقد ان هي هتبقى بدايه جديده ليهم. اكيد يا كابتن اسلام، لو هتكلم برضه لازم هنتكلم عن النادي الاهلي وهو بيلعب في افريقيا. هنتكلم ان مهم جدا ان انت كالنادي الاهلي، انت زي ما حضرتك قلت ان اي فريق مستني يشوف النادي الاهلي هيعمل ايه، هيلعب بانه طريقه، مدرب جديد زي ما قلت لحضرتك بدوافع جديده بصفقات جديده. اعتقد ان الراجل حتى في المباراه دي بيلعب بالطريقه المناسبه للعيبه اللي معاه، هي 4-2-3-1، وده اللي طمني للراجل شويه ومدرب جديد للنادي الاهلي ان هو بيلعب بالطريقه المناسبه للعيبه طبعا. فدي كانت مهمه جدا، ودي يمكن اللي خدت من النادي الاهلي الموسم اللي فات بشكل كبير جدا، كتر تغيير طرق اللعب ده اللي اثر على اداء النادي الاهلي. لكن مع الراجل انا برضو واصلني ان اللعيبه مستريحه له جدا ومقتنعين بالراجل بشكل كبير جدا، فدايما مهم جدا ان الراجل ينزل يفرض اسلوب لعبه باي طريقه كانت. اكيد لازم يدرس نقط الضعف والقوه في الفريق المنافس، واتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي، ده هيديله دفع بشكل كبير جدا ان هو يبدا الموسم، وداخلين برضه على مباراه سوبر، فكل ده هيبقى بشكل جيد يعني اكيد ان شاء الله. احمد انا عايز برضه اسالك سؤال، انت لعبت مباريات كثيره بالليل او الظهر، هل الميعاد يفرق؟ يعني المباراه هتتلعب الساعه 4، يعني مباراه الاتحاد المنصوري دي هتلعب الساعه 4، والاتحاد المنصوري برر كده وقال ان احنا عندنا مشكله في الاضاءه. اكيد يا كابتن اسلام، وخصوصا انت ده بيفرق برضو على ميعاد المباراه لما بيجي لك قبلها بفتره. اوكي. طول ما انت هتتمرن في نفس ميعاد، هو اكيد مباريات بالليل ما بتبقاش زي الظهر او بعد العصر، حتى في الفرق في المجهود، في المجهود البدني اللي بيتعود عليه اللعيب. مهم جدا ان النادي الاهلي قبلها بفتره بيبقى متمرن في ميعاد المباراه، ده بيفرق مع اللعيبه بشكل كبير. لكن في فرق لما انت بتبقى بتلعب بشكل دايم بالليل وبتتمرن بالليل وبعد كده تروح تلعب مباراه، يمكن انا عايش الفتره دي مع الجونه شويه، كان الاجواء صعبه جدا هناك على اي فريق بيجي يلعبنا. يمكن انا لما لعبت في الجونه الجو هناك شمس جدا وصعب جدا، فده كان بياخد من اي فريق بيجي يلعبنا. فاكيد الجو طول ما لعيبه النادي الاهلي متعوده ان هي تتمرن في الوقت ده قبلها اكيد هو بيعمل تمرينتين، تمرينه الصبح الساعه 9 يعني بتبقى حر جدا طبعا، مش قوي لكن بتبقى حر، لكن ايضا تمرينه بتاعه بعد دور الساعه 5. فلا انا اعتقد ان قبلها بفتره هو الراجل بيتمرن كده، مش ان الناس مش هتحس او اللعيبه مش هتحس بفرق كبير جدا يعني ان شاء الله. مهم جدا برضو المواعيد وترتيب المواعيد وترتيب ان المباراه هتتلعب الساعه 4 او الساعه 9 وترتيب التدريب نفسه يبقى الساعه كام؟ مهم جدا يا كابتن اسلام، وده هيوفر عليك انت حتى مع كابتن سيد عبد الحفيظ وهو بينسق لاي مباراه، حتى لو خارج الملعب هيشوف هنسافر امتى، هي مطالب ان احنا نروح نتمرن في الاجواء هناك هتبقى عامله ازاي. فده مهم جدا، طول ما انت بتحدد لي المباراه قبلها ب 48 ساعه او ب 72 ساعه انا هتصرف ازاي وهلعب ازاي. صحيح. وهروح على الاجواء هناك عامله ازاي. لكن طول ما انت بتحدد بتدي حريه الاختيار للفريق المنافس ان هو ان انا اروح قبلها باسبوع، قبلها ب 10 ايام، العب في الاجواء، تديني مساحه ان انا امرن اللعيبه اعودهم على التوقيت بتاع المباراه. فده مهم جدا ان اي نادي يوصل له ميعاد المباراه قبلها بفتره. كيف ترى مهمه مارسيل كولر في اول مهمه رسميه لي؟ مهم جدا حته المكسب، يعني مهم جدا حته المكسب. دايما جماهير النادي الاهلي ما بتستعجلش اي مدير فني. اوكي. فده اللي لازم برضه يوصل للراجل. مع اللعيبه مهم جدا المكسب، مهم جدا المكسب، يرجع الثقه للجماهير، يرجع الثقه لمحبي النادي الاهلي. فده اللي لازم الراجل يوصل للراجل، مهم جدا حته المكسب، هيدي له حافز وطموح كبير جدا للفتره اللي جايه، ويدي له امل في طول الموسم ان شاء الله الفريق يأدي بمستوى ثابت ويحقق الغرض من او الهدف من المشاركة. على المستوى الفني بقى كيف يخوض هذه المباراه هو كولر، يعني كيف يفكر فيها؟ احنا ما نعرفش حاجه فنيا لسه عنه ولا لسه. بس انا زي ما قلت لحضرتك هو مطمني ان الراجل يعني قريب لطريقه 4-2-3-1،
ودي اللي هتقدر تستغل فيها كل مفاتيح اللعب اللي عندك. بيقولوا في الثلاث ماتشات غير طرق اللعب، واحدة 4-2-3-1 ومرة 4-3-3 ومرة 3-5، يعني غير. ده وضع طبيعي لأنه عايز يعرف اللعيبة إمكانياتها إيه، أو اللعيبة هقدر أدي بيها، لأن في برضه مباريات مهم تغير طريقة اللعب، ممكن تحولها لطريقة دفاعية، ممكن تلعب 4-3-3. وفي نفس الوقت هو محتاج يشوف اللعيبة دي هتقدر تأدي في أنه طريقة أحسن. فأنا اعتقادي الشخصي إن هو لو استقر على 4-2-3-1 هي الطريقة المناسبة. ويمكن حضرتك برضه لو نرجع بالذاكرة إن مستر مانويل ما غيرش طريقته، كان لا كل كان دايما بيلعب طريقة واحدة، هي طريقة واحدة. وكل الفرق حتى لعبت 4-4-2، وكان أولهم كان حرس حدود، لكن لما حضرتك برضه رحت حرس حدود كان خدته كأس مصر، لعبته برضه بنفس الطريقة 4-4-2، وهو النادي الأهلي برضه كان ما بيغيرش بنفس الطريقة. دي برضو لازم يبقى ليها قناعات، قناعات عند المدير الفني. انت مع انهي قناعه؟ هل انت مع قناعه ان النادي الاهلي لا يغير، ولا يغير على حسب؟ يعني بيتسو موسيماني كان بيغير على حسب المباراه، يعني في مباريات كان بيلعبها ب 3-4-3، مباريات ثانيه لا يلعب 4-3-3، مباريات ثالثه يلعب 4-2-3-1. بص يا كابتن اسامه، هو مع النادي الاهلي هتحقق الغرض، هتحقق الغرض وهتكسب، لان عندك ال 25 لعيب بيقدروا يأدوا اي دور اي دور. لكن هنا هتفقد بعض اللعيبه زي قفشه، هتفقد بعض اللعيبه في 4-3-3، وده حصل بشكل كبير جدا. يمكن ده اللي انا بشوف ان ده خد من قفشه بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، كتر تغيير طرق اللعب. وهنا بقول اداء قفشه مرتبط باداء محمد شريف، لان قفشه طول ما هو بيلعب 10 بيلعب اللي هو من نص الملعب لل 18، دي الحته اللي بيلعب فيها قفشه او بيجيد فيها. لكن في الـ لو هتلعب على طرف من اطراف الملعب هي دي بتاخد منه بشكل كبير جدا. فطرق اللعب مهمه، ان انت تستغل كل مفاتيح اللعب عندك المهمه، وطبعا كان من اهمهم قفشه وشريف ولاعيبه كتير حتى مع اطراف الملعب. طيب دايما مواجهات النادي الاهلي مع الانديه شمال افريقيا بيبقى ليها طابع خاص، شايف ان فريق الاتحاد المنستيري ممكن يعمل ايه مع النادي الاهلي؟ اكيد هيبقى النادي الاهلي اكيد هيبقى مقفل على مفاتيح اللعب، لان النادي الاهلي هيبقى فيه حرص بشكل كبير جدا، وخصوصا زي ما بقول لحضرتك النادي الاهلي هو كتاب مفتوح لاي فريق في افريقيا، فاكيد هيبقى مقفل على مفاتيح اللعب. هيبقى مضطر ممكن بعض الشيء، او حسب ما الراجل هيبقى مقسم المباراه للكرات المرتده او الهجمات المرتده. لكن زي ما قلت لحضرتك مهم احنا علينا النادي الاهلي ان احنا ناخد المبادره، لو خدنا المبادره الامور هتصعب عليهم بشكل كبير جدا، او لو قدرنا نحرز هدف في اول مباراه ده ممكن يربك حساباتهم. ملعب صغير جوه الملعب ومدرجات الملعب صغيره، يعني ملعب اتحاد المنستيري من الملاعب حتى اللي كان بيوصفها لنا كابتن جمال بالحاجي من شويه، ان هي من الملاعب الصغيره سواء في المدرجات او، هل ده ممكن يفرق مع النادي الاهلي برضو؟ ممكن ياثر على اللعيبه معنويا طول ما الجماهير قريبه طبعا. وده يمكن ده حصل لنا، حضرتك ترجع بالذاكره برده ورا، الهلال السوداني. الهلال السوداني في السودان ده كان مأثر عليه بشكل كبير جدا، وطول ما اللعيبه بيبقى بسبب الضغط. الماتش ده ماتش غريب اولا، ثانيا ماتش كان كده كده يعني كده كده كنا واصلين. فانا بقول لحضرتك على كله كان مريح، اللعيبه الكبيره كانت مريحه، لكن اجواء ممكن تأثر بعض الشيء، قرب الجماهير من اللعيبه ممكن يأثر بعض الشيء، لكن ده بيرجع للعيبة الإضاءة. لو فكر الإضاءة دي كنت تحس إن الإضاءة كان في خيالات فاكر. طيب كان في كذا حاجة الإضاءة. أنا عمال أفتكر كل شوية الماتش ده ضعف الإضاءة كان مغير حاجات كتير صح. أنا برضو ممكن اللي بياخد طول ما النادي الأهلي بيلعب في ملاعب واسعة طبعًا. بياخد راحته وبيبقى طبعًا. كل مفاتيح اللعب بتاعته شغاله، يعني تلعب الظهر وتلعب في ملعب صغير وتلعب مش الظهر الساعه 4 يعني ممكن تبقى صعبه عليك بعض الشيء، لكن على لعيبه النادي الاهلي انها تتغلب على كل وده وضع طبيعي، ده وضع طبيعي ان انت لازم تحقق المكسب تحت اي ظروف. مستوى التحكيم، هل مقلق من مستوى التحكيم؟ يعني الطبيعي حتى احنا كنا بنشوف ده كتير جدا، والجيل بتاعه كان بيشوف المستوى التحكيمي، ولكن كان دايما يقول لك ايه مانويل، كان دايما يقول لنا ايه ان شاء الله هنكسب، بس مالكش دعوه بالحكم، وانت كده كده احسن من اي فرقه، وكان عندك المقدره ان انت احمد مش موجود، اسلام موجود، اسلام مش موجود، بركات موجود، بركات مش موجود، تريكا موجود. هو دوت طول ما انت خارج عن التركيز مع الحكم، ده ممكن هتلاقي التركيز مع الحكم، تركيز مع الجماهير، تركيز مع ده بياخد منك بشكل كبير جدا.
لكن دايما وانا بقول لعيبه النادي الاهلي مركزه والجهاز الفني مركز، كان زي ما مستر مانويل بيقول لنا على طول ان ما تخليش اي حاجه خارجيه تاخد تركيزك حتى حكم المباراه، وسيبوني انا هتعامل معاه. كان مستر مانويل كده دايما بيتعامل بيلع جاكيتات وبيعمل كده. مع اننا كنا ضد ده كتير، لكن هو كان بيحب كده يعني. هو هو قال لك انتوا ركزوا في الملعب وانا سيبوا لي انا اي حاجه خارجيه انا بتفرج على اللي بيعمله. فلا يعني طول ما التركيز اللعيبه على ادائها عامل ازاي او الشكل الهجومي والشكل الدفاعي اللي هيأدوا بيه، مع ان برضو ده بيبقى الدور الاكبر على الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو بيقدر ان هو يعني يسبب ضغط بعض الشيء، بس بيبقى خارج عن نطاق اللعيبه وتركيزها في المباراه يعني. اكيد الاهلي استفاد من وجهه نظرك بالثلاث وديات؟ اكيد مهم، لان الراجل كان مهم يشوف اللعيبه، الراجل لسه جاي، ويمكن من الحاجات الايجابيه اللي حصلت ان الراجل كان على درايه كامله بالصفقات الجديده، اللي جت، وكان مهم جدا ان هو يشوف طرق اللعب اللي هتتناسب مع اللعيبه، ويمكن اكيد استفاد بشكل كبير جدا، لان كتر المباريات الوديه ده كان مهم قبل خوض مباريات رسميه، بحيث برضو ان الراجل يبقى على درايه كامله بطرق اللعب اللي هيلعب بيها باللعيبه، بامكانيات اللعيبه الموجوده. واللي انا بتمناه اكتر ان اللعيبه كلها تبقى في كامل استعداداتها، بعيدا عن الاصابات وعن اي حاجه، طول ما اللعيبه في كامل استعداداتها مع اللعيبه والشكل بيبقى مكتمل للعيبه، ما فيش اصابات ما فيش غيابات، ده هنا بيدي حريه حركه للراجل في وضع اي تشكيل مناسب، حتى اللعيبه اللي بره ان شاء الله يبقى ليها دور ان هي تنزل تغير برده للاحسن. كولر الايام دي برده بالحاجات اللي لفتت نظري انه بيقف كتير مع بعض اللاعبين او مع كل اللاعبين، بمعنى ان هو النهارده واقف مع احمد، بكره واقف مع اسلام، بعده واقف مع بركات، بعده مع كذا مع كذا مع كذا، فاعتقد ان ده شيء جيد برضه، بيقف معاهم فترات يعني، ممكن يخليه يسيب التمرين يقف معاهم. من الواضح ان هو بيشرح حاجه، بيشرح طريقه لعب، او بيشرح مهام بيوكلها او بيقولها للاعب ده. أكيد يا كابتن إسلام، دي برضو بتديك مؤشر إن المدرب ده مدرب كبير، مدرب كبير، يمكن بتختلف من مدرب لمدرب. سواء هنا يقولك حتى في النظري طبيعي إن هو يقعد يقف يتكلم معاك بكده في النظري يعني، أنا بسأل. ممكن بيسحب لعيب يقعد يتكلم معاه شوية، هنا بعض الشيء الأداء الفني داخل الملعب ما يبقاش متطلب أداء، متطلب جلسات خاصة، جلسات خاصة مع بعض اللعيبة. يمكن دي زي ما بقول لحضرتك بتختلف من مدرب لمدرب، ممكن مدرب يقف مع لعيب في الملعب والتمرين شغال، وممكن مدرب تاني بعد التمرين ما بيخلص بيبقى في جلسات خاصه في اوضه اللبس، بيجيبه مثلا اوضه المدير الفني ويتكلم معاه، لكن هنا ممكن يطلب منه حاجات بعض الشيء وينزل ينفذها والتمرينه شغاله، فدي برده بترجع لشخصيه المدرب. لكن دي من مواصفات او من امكانيات المدربين الكبار، فعشان كده الواحد يعني متفائل بشكل كبير جدا مع مستر كولر ان شاء الله يبقى فيه اداء جيد. وقف مع الشناوي تحديدا، محمد الشناوي، واتكلم معاه عن دي، انا عرفتها يعني ان هو وقف واتكلم معاه عن دوره كقائد جوه الملعب لما بيبقى موجود والتركيز اللعب عليه ان هو اللي هيلعب يعني، لا اقف اتكلم، وكان واضح يعني لانه بيشرح له بيقول له لازم تتكلم مع اللي على يمينك واللي على شمالك. اكيد ممكن يبقى بيركز على الشناوي في حاجات معينه ان هو كقائد للفريق، حتى كان هو حارس مرمى وقائد من ورا، ممكن بعض الشيء لسرد باكات ممكن بتسرح شويه او باكات بتسرح شويه، فهو اكيد كان بيطلب منه حاجه زي دي، ان هو دايما الصوت الشناوي على طول في المباريات يعني صوته عالي وبيفوق الناس، فممكن دي تبقى من السلبيات اللي الراجل مثلا شافها في الناس اللي قدامه او السلدر باكات اللي قدامه او الباكين اللي قدامه، فعلى طول كان لازم صوت الشناوي، حته الفوقان، حته ان انت تقفل بشكل جيد. اي حارس مرمى كمان، خصوصا ان هو لو كابتن الفريق دي ملكه، دي بتبقى ملكه، وكابتن الفريق كمان وكقائد للفرقه، وان هو كحارس مرمى شايف الملعب كله، فدي كل الصفات دي متوفره في الشناوي، وده اللي فارق حتى مع الشناوي بشكل كبير جدا في ادائه، ان هو يوصل للليفل دوت او التوب ليفل، ان انت توصل تبقى الجون الاول لمنتخب مصر وتبقى زي ما بيقولوا في حته تانية، دي ليها مقومات كبيره جدا اكيد الشناوي يستحقها بيها. لو جينا نتكلم عن تشكيل اعتقد هيبقى صعب ان احنا نتكلم عن تشكيل يعني، انا مش عايز اسمعه يعني، لكن انا بسال حتى لما تيجي تتكلم عن تشكيل دلوقتي تتكلم عن تشكيل ازاي وانت ما شفتش حاجه؟
ممكن تتوقع تشكيل لثبات القوام لثبات القوام الاساسي وخصوصا في حاجات ايجابيه يا كابتن اسلام حصلت كتير ان انت قدرت تحافظ على القوام الاساسي للفرقه ما حصلكش دروب فغيرت قوام كامل او عملت طفره في جيل لكن لا الجيل ده عنده مقومات البطوله عشان كده كان مهم جدا من الايجابيات ان انت قدرت تحافظ عليه تريحه بشكل جيد وتضيف عليه بعض الصفقات اللي هي تقدر تغير معاك الشكل الهجومي لكن ممكن بعض الشيء تتوقع تشكيل وهو ده اللي هيبقى موجود بالشكل الاكبر في المباريات. طيب كيف ترى صفقات النادي الاهلي؟ يعني ثلاث صفقات شادي ومصطفى وبرونو. هل النادي الاهلي يحتاج صفقات اخرى من وجهه نظرك؟ ايه شايف الصفقات ازاي؟ ايه وجهه نظرك في هذا الامر؟ انا بشوف ان هي صفقات جيده لسد او لاضافه بعض الشيء للخطوط اللي كان ممكن فيها مثلا تقصير عندك شويه يمكن حته نص الملعب مصطفى ميسي ان هو لعيب صغير سريع بيقدر ينقلك بشكل جيد برجله على الجون كويسه بيشوط على الجون بشوف برضو كتر اللعيبه في اوضه اللبس ممكن يسبب قلق شويه او حته الانصهار او الدخول زي ما قلت لحضرتك لعيب او اتنين او تلاته ده مش هياثر على الاداء الفريق بشكل كامل لكن كان مهم اللي كان اصعب على اللعيبه ان هي تريح ده اللي كان واخد من اللعيبه بشكل كبير الضغط كتر ضغط المباريات خد منهم كتير لكن مع لعيب اتنين تلاته مع شادي حسين اكيد اضافه قويه في خط هجوم النادي الاهلي لعيب قوي سريع بيلعب على الجون كويس شادي كمان يعتبر مش عايز اقول ابن من ابناء النادي الاهلي وحته حميته ان هو عايز يجي النادي الاهلي دي برده هتفرق معاه وان هو يبقى يضيف لخط هجوم النادي الاهلي فاعتقد طبعا لما تربى في النادي الاهلي ولكن كان مشجع دايما كان بيروح يتفرج على ماتشات الاهلي وكده يعني طبعا دي هتضيف له بشكل كبير جدا حرقته وحميته على ان هو يكسب او ياخد بطوله مع النادي فاتمنى ان هو يكون صفقه اضافه ان شاء الله للنادي الاهلي برضه واحنا بنتكلم الناس كتير يعني ايام الجيل بتاعكم انتوا كان اعتقد كل سنه ما كانش بيبقى الاضافه كانت بتبقى 3 4 لعيبه بالكتير يعني برضو عشان الناس انا نفسي الناس تتذكر ما سبق لانه دايما تاريخنا هو اللي قدامنا وهو اللي بنشوفه حضرتك لما كنت موجود كان بيجي الصفقات اللي بيجيبها النادي الاهلي في ذلك الوقت كانت صفقات على قد اللي مطلوب على ما اتذكر يعني انا مش فاكر ان احنا صفقه او اتنين كل سنه يعني كانت صفقه او اتنين كل سنه وهو القوام موجود ده باستثناء طبعا 3 4 دي كانت صفقات كتير لكن بعد كده كانت الصفقه في 5 في 6 في 7 في 8 صفقه يعني ولا اتنين كانوا بيخشوا ايه كمان ما هو كابتن اسلام ده لو انت هتغير 6 او 7 صفقات او 8 صفقات كده يبقى انت ممكن يعني عايز تطلع من جيل تروح لجيل تاني مظبوط فانا بقول لحضرتك من الحاجات الايجابيه ان انت محافظ على القوام الاساسي اللي هو عنده مقومات البطوله غير لما هتجيب 7 أو 8 لعيبه لسه هيخش النادي الاهلي ولسه هيشوف اداء النادي الاهلي عامل ازاي ودايما بتكلم ان ممكن صعب اي لعيب ينجح داخل النادي لكثره الضغوط عليه وان صحيح. هو يبقى موجود داخل النادي الاهلي صحيح. ممكن لعيب يبقى مكسر الدنيا في اي نادي ويجي النادي الاهلي مش هو بنفس الاداء فيقعد 6 شهور يقعد سنه يمشي فاللعب في النادي الاهلي مختلف اللعب في النادي الاهلي مختلف كونك ان انت تأدي بشكل جيد على مدار موسم كامل ده بتحط رجلك اكتر بتاخد ثقه اكبر بتبقى بتخش داخل جيل بيقدر يحقق انجازات للنادي فده مهم جدا على اي صفقه جديده ان هي لازم تبقى مقدره ان النادي الاهلي مش زي اي نادي تاني نادي بيلعب على البطوله نادي دايما بيلعب على المكسب فده هيفرق حتى مع ادائه طموحك لازم يبقى متجدد فهيفرق مع اداءه ويفرق مع الاداء الجماعي اكيد محمد شريف شادي حسين حسام حسن برونو ما اعرفش بقى هيحطه قدام ولا هيلاعبه ورا حتى بيرسي تاو يعني ان شاء الله لما يرجع من الاصابه 4 5 في الناحيه الهجوميه او في الناحيه الهجوميه 9 10 يعني فاعتقد ان ده رقم 9 يعني او رقم 10 اعتقد ان ده شيء جيد وهو تنافس جيد ما بين كل اللاعبين يبرز الافضل والافضل هو اللي يلعب اكيد يا كابتن اسلام وده لازم ليوصل للعيبه لازم يوصل للعيبه ان انت دايما في منافسه دايما في منافسه زي ما بتتكلم في مراكز في الفرقه هو ما فيش زي حارس المرمى هو ملهوش غير بديل واحد راس الحربه ما فيش غير هو اللي هيلعب واحد فهنا ممكن يسبب مشكله للعيب مش للنادي
لكن طول ما انت موجود 3 4 ده بيبقى اضافه للفريق، وخصوصا الاحسن يلعب، ودايما داخل النادي الاهلي الافضل والاحسن هو اللي بيلعب. فاللي هيأدي بشكل جيد، اللي هيبقى اضافه للفرقه، اللي هيفرق مع النادي او مع الفريق في ادائه الهجومي، اللي هيحقق الغرض والمكسب، اللي هينفذ تعليمات الراجل، اكيد هو ده اللي هيبقى موجود بصفه مستمره. تتوقع اخيرا يعني تتوقع نتيجه المباراه ايه؟ وهل النادي الاهلي هيحسم المباراه هناك، ولا هننتظر كجمهور النادي الاهلي المباراه الثانيه؟ لا احنا بشكل كبير جدا ان شاء الله نقدر نحسب المباراه هناك. اتفرجت على اتحاد المنستيري يا احمد ولا لا؟ بقالك فتره. لا ما يعني. ما تابعتوش بشكل جيد، لكن دايما مهم جدا على النادي الاهلي ان هو بينزل يفرض اسلوب لعبه. وده اللي لازم اللي يبقى الراجل مقتنع بيه، واللي لازم يشتغل عليه. طول ما انت هتنزل تفرض اسلوب لعبك، دايما بتكلم عن النادي الاهلي، طول ما تلعب فريق صغير او فريق كبير او خارج ملعبك او داخل ملعبك او في افريقيا او في اي بطوله، طول ما انت بتفرض اسلوب لعبك هيفرق معاك، حتى في لان النادي الاهلي دايما الفرقه بتقلق منه. لو خدت المبادره فانت كده خدت الغرض، خدت من معنوياته 50%. فلو حققت المكسب او خدت مبادره هيفرق، هيسهل عليك المباراه هناك، وتقدر تحقق نتيجه ايجابيه اكيد تريحك في المباراه العامه. برضو اخيرا قبل ما يعني اقفل معاك هذه الفقره، برضو عايز اسالك الدوري السنه الجايه. الدوري السنه الجايه انا دايما السؤال ده هذا الاسبوع، لانه احنا بعد مباريات اتحاد المنستيري سواء هنا او هناك الذهاب والعوده هترجع تلعب الدوري على طول. اخبار الدوري، شايف الدوري في ظل صفقات كثيره جدا في الدوري او في فرق الدوري العام كلها؟ اكيد يا كابتن اسلام، اللي حصل يمكن تكمله للموسم اللي فات وخلص بشكل جيد، ان ظهر اكتر من فريق، بقى الدوري قوي، بقى الدوري قوي وفي منافسه بين حوالي 5 أو 6 انديه في القمه، حتى في نص الجدول كان في صراع برضو من بعض الفرق، كل الفرق بتدعم، وده يمكن اللي بيضيف للكره المصريه. هتلاقي منتخب قوي، طول ما انت الدوري بتاعك قوي هتلاقي منتخب قوي. فلا، في 5 6 فرق يعني مدين للدوري طعم، بيدعموا بصفقات كبيره جدا، بميزانيات ماليه كبيره جدا، وده يمكن مسهل عليهم حته التعاقدات مع بعض اللعيبه واللعيبه النجوم. فده فارق مع الدوري، ان انت بقى عندك 6 أو 7 فرق بينافسوا مع الاهلي ومع الزمالك ومع بيراميدز. فلا، الدوري مختلف وشكل كبير، هيبقى مختلف السنه. هيبقى مختلف. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. انا شخصيا اتمنى النادي الاهلي في المباراه اللي جايه كمان، لانها مباراتين، انا بشوف ان المباراتين دول هيتوقف عليهم حاجات كتيره جدا، هيتوقف عليهم. احنا لغايه دلوقتي حتى في الثلاث مباريات ما شفناش، ثلاث مباريات الوديه يعني، ما شفناش شكل واداء النادي الاهلي، فننتظر ان شاء الله يوم 9 ايه اللي هيحصل. بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا، ودايما بتشرف وتنور. ربنا يخليك يا كابتن، من الحلقات دايما اللي بستمتع بيها مع حضرتك. حبيبي ربنا يخليك. ربنا يخليك. انا بشكرك شكرا جزيلا، الصديق العزيز وزميلنا كابتن احمد عادل. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل استقبل الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري، وكلام مهم جدا في الصحافه التونسيه، وكيف تدير الصحافه التونسيه ما يحدث او في هذه المباراه تحديدا، مباراة النادي الأهلي ونادي التحليل المستري، ولكن بعد هذا الفصل.